السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. نهار اليوم ساعدت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا منطقة حفر الباطن والحدود الشمالية، حيث تكاثرت الغيوم الرعدية في تلك المناطق وأطرت زخات من الأمطار كانت أكثر غزارة على المناطق الساحلية من منطقتي جازان وعسير. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي استمرار الأجواء غير المستقرة في العديد من المناطق، وبالتالي زخات الأمطار الرعدية مستمرة وبرودة لافتة في الأجواء خاصة في المنطقة الشمالية. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في فوق منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة الحدود الشمالية، حيث عملت على هطول بعض زخات الأمطار الرعدية خلال ساعات الصباح. أيضا انتشرت كميات من الغيوم الركامية هذه المرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وهطلت زخات من الأمطار في المناطق الساحلية من منطقة جازان وعسير. تفاصيل أكثر حول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة استعرضها في هذه الخرائط توزيع الأمطار من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث لاحظ استمرار لفرص هطول زخات الأمطار الرعدية بشكل يومي فوق السواحل الجنوبية من البحر الأحمر، تمتد بشكل قليل أو محدود أو بأقل شدة نحو المناطق الداخلية من منطقة جازان ومنطقة عسير خلال الأيام القادمة. أيضا يتوقع أن تتلاشى وتتراجع شدة حالة عدم استقرار الجو التي أثرت على المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة خلال الأيام الماضية، وبالتالي يسود الطقس مستقر في باقي المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، حيث يلاحظ درجات حرارة منخفضة في المنطقة الشمالية هي ناتجة عن ارتفاع لكتلة هوائية باردة نسبيا من منطقة بلاد الشام نحو شمال الجزيرة العربية، وبالتالي تستمر درجة الحرارة أقل من معدلاتها في المنطقة الشمالية من المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس بارد نسبيا 18 درجة مئوية فقط متوقع مع طقس غالبا صافي. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 30 درجة مئوية كحرارة عظمى مع احتمال لأتربة مثارة، أما ليلا 18 درجة مئوية، يوم الثلاثاء 28 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 18، ويوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة تسجل 25 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 15 درجة مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.